انتشرت الألعاب الإلكترونية بين أطفالنا بشكل كبير وصاروا متعلقين فيها بشكل أكبر. هذه الألعاب الإلكترونية كانت سبب رئيسي في ظهور سمنة الأطفال، وصار الدور الرئيسي الآن على الآباء في تحفيز أبنائهم على ممارسة التمارين الرياضية. كيف الطريقة أحفز فيها ابني على ممارسة التمارين الرياضية في ظل تعلق الولد في الألعاب الإلكترونية؟ أول شيء لازم أنت تفكر فيه أنك أنت القدوة وأنت المثال الأول لابنك. الشيء اللي أنت بتسويه هو بيسويه مثل ما أنت تسويه، فكون أنت القدوة الحسنة. حاول أنك أنت تتمرن قدامه، حاول أنك أنت تمارس بعض الأنشطة الرياضية قدامه على أساس أنه يكون محفز ويشوفك أنت القدوة. العامل الثاني، حاول تخلق جو عائلي بينك وبين أطفالك. حاول أنك أنت تحول التمارين الرياضية إلى ألعاب رياضية. حاول أنك أنت تلعب وياهم في نشاطات رياضية، مسابقات، ألعاب رياضية، أمور فيها تسلية. هذه الأشياء بتخلي الولد يحب التمارين الرياضية وهو في اعتقاده أن هي ألعاب وليست تمارين رياضية. حاول أنك أنت تخلق هذا الجو بينك وبين أسرتك. أنت ما حققت فقط الألعاب الرياضية ومرنت ولدك، أنت حققت حتى الترابط الاجتماعي، حققت الترابط الفكري بينك وبين ولدك، قربت العائلة أكثر من بعض. لا تنسى أنك أنت القدوة لابنك، ولا تهمل جانب الصحة لابنك لأن صحتهم أمانة.